السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد الأستاذ الحسن أقشتول، أستاذ مادة الفيزياء والكيمياء بالثانوية الإعدادية بنو رشد، المديرية الإقليمية إفران. إذا اليوم غادي نحاولوا ننجزوا مجموعة من التمارين في درس المقاومة الكهربائية قانون أوم. المستوى بطبيعة الحال هو الثالثة ثانوي إعدادي. إذا سنمر إلى التمرين رقم 1. ماذا يقول التمرين؟ التوتر الكهربائي المطبق بين مربطي موصل أومي مقاومته R تساوي 200 أوم هو U تساوي 4 فولت. إذا المعطيات اللي عندنا، عندنا مقاومة الموصل أومي 200 أوم، وعندنا التوتر بين مربطي الموصل أومي هو 4 فولت. السؤال يقول: احسب قيمة شدة التيار الكهربائي E المار في الموصل أومي. إذا لحساب قيمة شدة التيار الكهربائي المار في الموصل الأومي غادي نستحضروا واحد العلاقة. هاد العلاقة فين كاينة في هاد الدرس؟ هي العلاقة اللي كيتكلم ديال قانون أوم. ماذا يقول قانون أوم؟ التوتر بين مربطي موصل أومي يساوي جداء المقاومة الكهربائية R وشدة التيار المار فيه، أي المار في الموصل الأومي. إذا المعادلة بسيطة، غادي نحاولوا نجبدوا E. إذا E تساوي E على R، وغادي نديرو تطبيق عددي. تطبيق عددي غادي نحاولو نعوضو. اي الى شتوها الفوق في التمرين 4 فولت، ار حتى هي من بين معطيات التمرين 200 اوم، غادي نقسم 4 على 200، غادي تعطي لي 0.02. وكنعرفو الوحدة العالمية ديال شدة التيار هي الامبير. واضح. اذا سنمر الى التمرين رقم 2. التمرين رقم 2 يقول: صل بسهم عناصر المجموعة الأولى بما يناسبها من عناصر المجموعة الثانية. إذا غادي نحاولوا نتعرفوا على المجموعة الأولى. المجموعة الأولى عارضة أولى، وحدة المقاومة الكهربائية R، وحدة التوتر الكهربائي E، وحدة شدة التيار الكهربائي E، مميزات موصل أومي. المجموعة الثانية عارضة أولى الفولت V، الأمبير A، الأوم أوميغا، عارضة أخيرة خط مستقيم. إذا ما هي وحدة المقاومة الكهربائية R؟ إذا بطبيعة الحال هادشي درتوه في الدرس ديالكم، وحدة المقاومة الكهربائية R هي الأوم. جيد، سنصل العارضة الأولى بالأوم. وحدة التوتر الكهربائي E كنعرفوها كاملين من السنة الأولى، وأنتم كتكلموا على وحدة التوتر الكهربائي E هي الفولت V. وحدة شدة التيار الكهربائي E بطبيعة الحال هي ماذا؟ الأمبير. جيد. بقاتنا مميزة موصل أومي، عاد تكلمنا عليها قبيلات. مميزة موصل أومي عبارة عن خط مستقيم. إذا سنمر للتمرين رقم 3. التمرين يقول: املأ الفراغات بما يناسب. إذا باش نملأو الفراغات غادي نعتمدو على هذا المنحنى اللي طلع لينا دابا هنايا. إذا العارضة الأولى المنحنى أسفله يسمى كاين فراغ الموصل الأومي، وهو عبارة عن كاين فراغ. العارضة الثانية إذا كان التوتر الكهربائي يساوي 4 فولت، يعني 4 فولت في المنحنى، فإن شدة التيار الكهربائي تساوي. إذا إلا لاحظنا المنحنى أسفل يسمى، راه سمينا قبيلات، يسمى مميزة الموصل الأومي، وهو عبارة عن ماذا؟ إذا كتلاحظوا داك المنحنى اللي مرسوم كيمر من دوك النقاط وكيمر من اصل المعلم، عبارة عن مستقيم. اذا كان التوتر الكهربائي يساوي 4 فولت، فان شدة التيار الكهربائي تساوي. غادي نمشي للمنحنى محور الاراتيب، نشوف 4 فولت، نحاول نسقطو على المنحنى ونرجعو لمحور الافاصيل. نهبطو باش نسقطو على المنحنى، غادي نسقطو عاود على محور الافاصيل. اذا القيمة المقابلة ل 4 فولت هي 20 ملي امبير. إذا سنمر للعارضة رقم 3، مقاومة هذا الموصل الأومي. إذا ما يمكنناش من المنحنى مباشرة نجبدو مقاومة الموصل الأومي، لابد من تطبيق قانون أوم. كنعرفوا أن قانون أوم يقول U تساوي R في E، إذا R تساوي U على E. فاش نوصلو هنايا ضروري نجبدو واحد النقطة من المنحنى، مثلا النقطة ذات الإحداثيات 5 ملي أمبير 1 فولت. وردوا بالكم لا ذلك كتوقعوا هنا في الاخطاء. فاش ناخذوا نقطه من المنحنى
كناخذ الأفصل هو الأول، يعني محور النقطة ديال اللي كتنتمي لمحور الأفاصيل المقابل لها في محور الأراتي، يعني إلى شفتوا 5 ملي أمبير المقابل لها في محور الأراتيف هي 1 فولت. ونعوضوا، إذا إلى شفتوا U، نرجعوا للعلاقة ديالنا R تساوي U هي 1 فولت مقسوم على 5 ملي أمبير I. إذا عندنا واحد إشكال بسيط في ديك 5 ملي أمبير، ملي أمبير ليس بوحدة عالمية لشدة التيار، إذا لابد من تحويل 5 ملي أمبير إلى الأمبير. إلى تلفتوا واحد نربطوا هاد التحويل بداك الشيء اللي كنا عارفين من الابتدائي، مثلا الملي أمبير هو المليمتر نحطوه في المليمتر، والأمبير نحطوه في المتر، هادو واحد تقيس الأطوال ونحول، غادي تساوي إذا R تساوي 1 فولت على 0.05 أمبير، R تساوي إلى قسمنا 1 على 0.05 غادي نلقاو 200، والوحدة العالمية ديال المقاومة الكهربائية هي الأوم. إذا كنشكركم وبالتالي عفوا وبالتالي غادي تكتب الفوق مقاومة هذا الموصل الأومي تساوي 200 أوم. إذا كنشكركم على المتابعة، كنتمنى أنكم تفهموا التمر. إلى اللقاء في تمارين أخرى أو في دروس أخرى إن شاء الله.